مساء الليل، تنساش لايك وشير للحلقة ديت لو عجبتكم عشان اقدر استمر معاكم في السلاسل ديت. صندوق الوصف فيه كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا. انا احمد، كنت قاعد في البيت برتب حاجات لما شميت ريحتها جاية ولقيتها عندي بتبتسم، ورديت الابتسامة بتاعتها لما قالت انت ايه مش خارج النهاردة؟ قلت لها انا فعلا عايز اخرج، جو شتوي جميل وحابب اخرج. هنا بصيت له قالت طيب تعالى انا هاخدك. رحت مشاور لها قلت لها لا استني انا اللي هاخدك. هنا بصيت لي باستغراب، تاخدني على فين؟ انا هعزمك على العشاء النهاردة. هنا ابتسمت ابتسامة جميلة جدا وقالت بجد؟ طب فين وامتى؟ في الوقت ده انا كنت ماسك كاميرا في ايدي، كنت شغال بنظف فيها. لما قلت لها اخلص بس تنظيف الكاميرا ديت والبس وننزل. هنا وقعدنا نتكلم، هي قاعدة على رجل الكرسي لما سمعتني عمال اعلي صوتي وانا شغال في الكاميرا دي، فقالت لي مالها فيها ايه؟ قلت لها مش عارف بتعلق رغم ان ما كملتش لسه شهرين ثلاثة. هنا بصت بالسراب قالت طب ما تجيب غيرها. قلت لها اه ما انا بفكر فعلا اعمل حاجة زي كده، كمان في نوع جديد لسه نازل، موديل جديد لسه نازل عايزه. هنا قالت طيب هاته. قلت لها ما انا هجيبه بس سعره غالي شوية. قالت لي كام يعني؟ قلت لها يعني تقريبا 10-11 ألف دولار. راحت مكررة السؤال مرة تاني، قالت لي يعني كام؟ هنا بصت لها وضحكت، انا عارف ان هي بتقدر الامور مش بالفلوس، بالذهب. فقلت لها تقريبا يعني 150-200 جرام ذهب بس. قلت لها اه بس، وقعدت اضحك. قلت لها اه بس. قالت لي اسمها ايه الكاميرا دي؟ فهنا بصت لها وسبت اللي في ايدي وقلت لها هو انت خبيره يعني ولا ايه؟ انت بس اديني اسمها. هزت لها دماغي وقلت لها اسمها وموديلها، ماليش مزاج ان انا اقعد ارغي كتير معاها واخش معاها في ديبيت. ودخلت البس، طلعت قلت لها يلا. هنا اتصدمت لما لقيت صندوق ابيض على الطاولة قدامي، الكاميرا اللي انا قلت لها عليها. هنا انا مسكتها وقلت لها تصدقي جميلة، وفتحتها ومسكتها في ايدي وقلبتها وشفت كام حاجة فيها، وقعدت اشوف السيستم الجديد اللي بيقولوا عليه. كانت مبتسمة، سندس كانت مبتسمة جدا لما قلت لها تمام حلو قوي عجباك؟ قلت لها جدا، موديل حديث جدا، خدي رجعيها بقى. هنا وشها قلب وقالت ارجعها يعني ايه؟ قلت لها ايوه رجعيها خلاص، انا شفتها وشفت الفانكشن اللي فيها خلاص جميلة رجعيها. انا مش فاهمة. لا سندس انت فاهمة، فاهمة كويس قوي. طيب وشغلك؟ شغلي ماشي ما تقلقيش، لغاية ما اجيب غيرها رجعيها وجهزي سندس. في ثانية راحت الكاميرا من قدامي، وقفت سندس وقالت ها هنروح فين؟ بص انا هاخدك مطعم شيك قوي. هنا ضحكت ضحكة عالية مبسوطة لما شاورت له قلت له بس لبسك مش هينفع. كانت لابسة بدلة قطعة واحدة كلها سودا جلد. لما بصت له قالت طب انزل انت لعربيتك وحصلك. فعلا نزلت ركبت عربيتي لما لقيتها جنبي. هنا فتحت عيني وقلت لها واو ايه الجمال دوت. كانت لابسه فستان قصير ضيق اسود مفتوح من الصدر، شعرها مرفوع بطوق الماس ومرفوع من ورا، وفي اسوره الماس في ايدها وعقد الماس في صدرها، حلقين الماس على شكل هلال حاضن قمر، ورسمة عينيها تجنن، ولون الروج بتاعها هادي، ريحتها مغرقة العربية والشارع كله. لما قالت أنا جاهزة، هنا بصيت وقلت لها قمر ما أنا عارفة، وضحكت فضحكت معاها وتحركنا أنا وهي. أنا كنت عارف أروح فين، في مطعم كلاسيك أنا أعرفه وما بيبقاش زحمة وإضاءته خفيفة وشيك جدا. وصلنا ودخلنا، كنت بلاحظ نظرات الستات اللي موجودين في المطعم، هم بيغمزوا لبعض وبيشاوروا للسندس اللي كانت ماشية رافعة راسها ماسكة شنطة سودا صغيرة وجوانتي دانتيل اسود طويل. كانت أميرة خارجة من أسطورة أو ملكة طالعة من قصة.
كنت بلمح نظرات الإعجاب من الستات بيها، وقعدنا نسمع موسيقى كلاسيك، جو جميل ونتكلم، وأنا طلبت عشاء ليا وهي طبعا ما كلتش بس الأكلة اتحط قدامها. لما قلت لها عجبك المكان فابتسمت وقالت مدام عجبك خلاص. قعدنا تقريبا ساعتين ورجعنا البيت. انت انبسطتي؟ فضحكت وقالت بص، وبغض النظر عن كمية الشياطين اللي كانت موجودة هناك، هنا انا انفجرت من الضحك. قلت لها هو انت خدت بالك؟ فضحكت وقالت طبعا، انا همشي دلوقتي وهشوفك مرة تانية. فعلا مشيت. هنا انا غيرت هدومي وعملت فنجان قهوة قعدت اشربه في هدوء. كان باقي لسه تقريبا 3 ساعات على الفجر لما حسيت حد معايا في البيت. مرة واحدة قطة سودة دخل عليا من الطرق، بس كانت كبيرة ضخمة ما بين الكلب والقطة، وماشية بتثاقل وعينيها بتلمع. كنت رافع رجلي على الترابيزة اللي قدامي، ملحقتش اعدي لنفسي لما لقيتها بتقف وبتظهر على هيئة واحدة ست طويلة تقريبا في طولي. كانت لابسة عباية حمراء ووشها احمر مطرزين كلهم بالذهب ومبتسمة. انا كل ده ما همنيش، انا اللي همني الشعار اللي على العباية. انا عارف الشعار دوت. هنا انا عدلت نفسي وكنت لسه ماسك الفنجان وحطيته على الترابيزة ووقفت لما قالت انت عارفني. هنا انا شاورت على الشعار وقلت لها شعار الاقليم الغربي والرسمة ملكية والهيئة من الملوك. هنا ابتسمت وهزت دماغها. اصفهان، اسمي اصفهان. هنا انا هزيت كتفي من غير الاهتمام زي ما اكون اقول طب وايه يعني. لما قعدت هنا عرفت ان قدامي ليلة، فقلت لها انت عايزه ايه. هنا ابتسمت وقالت انت الهجين ومحتاجين مساعدتك. وهنا رحت مقطع قلت لها استني بس استني، مفيش حاجه اسمها الهجين فاهمه. هنا شاورت بيتها اسمع ليا. هنا انا قعدت لما بدات تحكي اسمع اللي هقوله دوت. في حرب بيننا وبين كهنة الجن اللي بيسهلوا استخدام السحر للبشر وبيدوهم طلاسم استدعاء الخاصة بالبعض منا، ومن قرون سعينا في القضاء عليهم. هنا انا بصيت لها بقلق، قرون ايه في القضاء عليهم؟ انا مالي بكل ده؟ انا بقول كده جوا نفسي، بس هي كانت بتكمل لما حست باللي انا بفكر فيه. فكملت وقالت في الوقت اللي كنا اقوياء وبنتحكم بالكل ظهرت انت، وبدأ كهنة الجن والإنس يشيعوا خبرك وإنك نبوة من أسطورة قديمة مروية. هنا اجتمع كبار كهنة الجن وكبار سحرة البشر في جو مشحون بالغضب والكره والخلاف والانقسام، وكل جانب بيكيل الاتهام للجانب التاني. هنا قال سحرة البشر لكهنة الجن احنا اديناكم الشرق كله وبنيتوا فيه ممالككم وبنيتم فيه معابدكم وسيطرتم على بني الجن والبشر فيه، ومن الشرق قدرتوا ان انتوا تسيطروا على جزء كبير من عالمكم، وبرغم قوتكم وخواصكم الا انكم خسرتم الشرق كله، ما بقاش فيها معبد واحد ليكم هناك، وحرق معظم سحراتكم، واحنا كنا بنظن انكم حلفائنا اللي بيكم مش هننهزم ابدا، لكن تبين انكم بحاجة للي يساعدكم. فازاي هنقدر نعيد احياء المعبد ده مرة تانية وانتم مهزومون هاربون من وجه هجين؟ هنا غضب كهنة الجن وقالوا لو انتم مخسرتوش الغرب مكناش احنا خسرنا الشرق، خسارتكم للغرب هي سبب من اسباب خسارتنا. احنا زودناكم بالمعلومات وحذرناكم من الجبل الاسود، طلبنا منكم ان انتوا تقضوا على الهجين فور ظهوره مهما كلف الثمن، لكن بغروركم البشري استهترتم بيه لغاية ما قدر يقتل كبراءكم ويدمر عقائدكم، فما تعيرناش وحالكم مش افضل من حالنا. وانتوا كمان هربتوا من وشه، واحتد النقاش بين الطرفين وتبادلوا اقصى انواع التهم فيما بينهم. هنا وقف رئيس كهنة الجن العجوز اللي عمره أكتر من 1000 سنة وقال لهم لا يهم يا كهنة الجن والبشر من سبب الهزيمة ومين اللي كان السبب في خراب عقائدنا وممالكنا،
عدوكم واحد، إن لم تستعدوا وتهاجموه هيهاجمكم وما بقاش ليكم غير المكان دوت. فهل هتضيعوا الوقت في الاختلاف وتستنوا وصول عدوكم ليكم؟ دلوقتي قولوا لي مين هو عدوكم؟ هنا قالوا معا الهجين، هنا قال لهم ومن هو الهجين وما هو أصله ومن أين جاء. هنا رد سحرة البشر وقالوا إنه من الجن. هنا راح ردد كهنة الجن عليهم وقال لهم لا إنه من البشر. وقف الكاهن العجوز وقال لهم ازاي اتأكدتم من صحة الكلام ده؟ هنا رد كهنة البشر وقالوا قدرة انتقاله من مكان لآخر بتؤكد إنه ومن حوله من الجن. وردوا كهنة الجن وقالوا ده مش صحيح، فمواصفات الهجين وقدراته وخواصه واستخدامه للمادة بشكل كامل وظهوره في كل الأوقات وخصوصا في دورات الشمس والقمر بتؤكد إنه من البشر، ولا يمكن لأحد أن يشكك بذلك، فهو ومن حوله من البشر. واحتد النقاش من جديد إلى أن تدخل الكاهن وقال إذن بالرغم من كل خبراتنا وقوتنا مش قادرين نميز من هو عدونا. دلوقتي قولوا لي هل الهجين اللي دمر معابد الجن في الشرق واحد ولا اتنين؟ هنا سكت الكهنة وما لقوش اي اجابة. فكمل الكاهن وقال اذا كان الهجين في الغرب هو نفسه الهجين في الشرق وانتم مش قادرين تميزوا ان كان من الجن او من البشر، فده يعني شيء واحد بس، ان النبوة القديمة باجزائها اتحققت وتولد مولود نصفه من الجن ونصفه من البشر. بس كيف يحدث هذا وايه طبيعة الرحم اللي حمله؟ هنا توحد معظم كهنة الجن في رأي واحد ان ده مستحيل الحدوث، ده اختلاف خواص البشر عن خواص الجن. هنا رد عليهم الكاهن قال اذا اتفقنا على رأي موحد بان هذا مستحيل، وده بيعني ان الهجين اثنان وليس واحد، ولا بد ان يكون واحد من البشر وواحد من الجن، واحد يقاتل في الشرق وواحد يقاتل في الغرب، فمن هو هجين الجن ومن هو هجين البشر؟ هنا رد كهنة البشر وقالوا اللي يقاتلنا من الجن، ورد كهنة الجن وقالوا والذي يقاتلنا من البشر، واختلفوا من جديد وكل منهم قاعد يقدم حججه. انا كنت قاعد بسمع وساكت لما قالت هنا قال الكاهن انا اعتقد انكم مخطئون فلا يوجد ما قلتوه. ورد واحد من كهنة الجن وقال له هجين الشرق عنده علاقات، ورد عليه كاهن البشر وقال له وهجين الغرب عنده علاقات. هنا رد الكاهن الاعظم قال ازاي نتأكد؟ الجن لا تنجب الا من الجن، وابن البشر لا ينجب الا من البشر او من الجنيات. فرد كاهن اخر وقال اولا يجب ان نحدد نوع الهجين حتى نعرف كيف نحاربه، ثانيا يجب ان نعرف القوة التي يمتلكها، ثالثا يجب ان نعرف كيف استطاع الهجين التواجد في اكثر من مكان في نفس الوقت وفي كل مكان ايضا، ويجب ايضا ان نخرج كل اسرار المعبد لمواجهته. هنا رد الكاهن الاكبر وقال احنا ما عندناش الوقت، ممكن الهجين يقرر مهاجمة المركز. فرد عليه الكاهن العجوز وقال له اطمئنوا الهجين بحاجة لسنوات طويلة قبل ان يقرر مهاجمة ممالك الوسط، وهو عارف كويس ان لو هاجم في الوقت ده فمش هيقدر ينتصر على جيوشنا الكبيرة، وخصوصا ان مفيش حد معاه، وهو بيخطط ان تقوم جيوشنا بالمهاجمة اولا، فان هاجمنا هجين الشرق فسيتحرك لاحتلال الوسط، وان هاجمنا الغرب فسيتحرك لاحتلال الوسط، وان هاجمنا الشرق والغرب معا فقد نضطر لخوض معارك قد تستمر عشرات السنين من غير ما نحقق نصر. وعشان كده افضل لينا ان احنا نبقي على رأينا اللي خدناه من سنين طويلة، وأن نستعد لحين قدوم الفرصة المناسبة، ومن ثم نقرر نوع الهجوم وطريقته. واتفقوا فيما بينهم وكلفوا كبار الكهنة لوضع الخطة السرية
للقضاء عليك. انا كنت بسمع وساكت وبقول ايه ده في مؤامرة وانا اخر من يعلم، شيء غريب. بس ما وقفتش، قلت لها كملي، وبدأت تكمل وقالت: وقاموا بإرسال الجواسيس من الكهنة الصغار إلى الغرب والشرق، وبعد ما رجعوا كانوا جابوا معهم كل ما طلب منهم. هنا وقف أحدهم وقال: اللي احنا وصلنا له أن الهجين يمتلك خواص الجن والبشر معنا، وده حاجة احنا شفناش قبل كده ومش عارفين إزاي. ممكن يكون حد من ملوك الجن بيساعده، لأنه بيقدر يتنقل من مكان للتاني بسرعة وبتجاوز جسده المادي. في نفس الوقت عنده القدرة على الظهور في كل مكان وزمان، وبالطريقة دي جمع بين خواص الجن والإنس معا. وكل من يحيط بالهجين لا يعلم إن كان من الجن أم من الإنس، والواضح إنه كان حريص على أن يصل إلى نسله أحد عشان محدش يقدر يحدد طبيعته. وتبين لنا أن الهجين استطاع أن يفرض سيطرته بالدهاء والمكر والقوة، وأنه بيعتمد في كده على ملك من ملوك الجن أو ملك الملوك منهم، وتعلم منه فنون والعلوم، ويطلق على هذه الفنون علوم الحياة. واللي بيلاقي علوم الحياة كاملة بيطلق عليهم اسم الحارس أو الحارسات، ويستحيل الوصول ليهم لأن الواحد منهم بيفضل إنهاء حياته على أن يفشي هذه الأسرار. لكن الهجين سمح له بتعلم هذه العلوم، واكتسب الهجين حب الآخرين بمحاربتنا ونشره للخير والمساواة بين الكل. ولكن الكل عارف أن الهجين ما بيثقش بسهولة في أي حد، واستمروا رسل الكهنة بشرح اللي جمعوه من معلومات لكبار كهنة الجن والإنس لعدة أيام. هنا ابتسم كبير الكهنة وقال: علوم الحياة، عصر جديد مش هنقدر نهزمه إذا ما فهمناهوش، يبقى كده اتحققت النبوة وحان الوقت لإنهائها. فكل علوم المعبد لا شيء يذكر مع علوم الحياة اللي بيمتلكها الهجين. وسكتت. هنا أنا بصيت لها وقلت لها: كل ده كلام فارغ، أنا إنسان عادي وبس، وربنا كرمني بنعمة بحاول أصونها. هنا شاورت بإهدى: أو استنى أنا بشرح لك الأمر اللي حصل، بالإضافة إن عارفة شخصياتك كلها. كلمة شخصياتك كلها خلتني سكت وبصيت لها جامد لما كملت: من هنا بدأ تعاون جديد بين سحرة الجن والإنس لتوصيل التعاليم السحرية. هنا قطعتها وقلت لها: أنت قصدك الشياطين مش الجن؟ فهزت دماغها إن نعم. كملي، وبدأت تقول: وهنا بدأوا في إحياء طقوس قديمة، أو بمعنى أصح قرروا إحياء طقس من آلاف السنين. هنا أنا قطعتها وقلت لها: أنت قصدك معبد الملعون صح؟ هنا هزت دماغها إن أيوة، وكملت: من آلاف السنين كان في اجتماعات ومداولات وقرروا إحياء الطقس، وعملوا اجتماعات استمرت لعام واحد. قرر كبار الكهنة للجن ولأول مرة منذ مئات السنين السماح للساحرات بالانضمام، واختاروا مئات الساحرات والسحرة والرجال الأوفياء المخلصين للمعبد من الجن والإنس، وعملوا لهم معبد في باطن الأرض وأطلق عليه معبد السحرة. واعتزل دول في باطن الأرض، ما بيخرجوش منه ولا بيشوفوا النور، بيقضوا كل وقتهم في دراسة وصناعة السحر. وبعد عدة سنين توجه كبار كهنة الجن إلى معبد السحرة، واجتمعوا هناك مع سحرة المعبد وأقاموا الاحتفال الكبير بالإعلان عن عصر السحرة، واحضروا عشرات من اللي خطفوهم من فوق الأرض خلال السنين اللي فاتت من ممالك الشرق والغرب، وعلقوهم من رجولهم في سقف المعبد ونحروهم من أعناقهم عشان تسيل الدماء وتملأ وسط المعبد. وقام كهنة المعبد والسحرة بالاستحمام بالدماء الساخنة اللي ملأت المكان، وصراخ اللي لسه كان عايش وبينزف الدماء وصراخهم يملأ المكان. وتراقص الكهنة على أصوات صراخهم وملأوا الكؤوس من دمائهم وشربوا حتى سقطوا على الأرض،
وبعد كده جمعوا الدماء في وعاء ضخم كبير وأحضروا حيواناتهم ووضعوها في وعاء الدم، فقعدت الحيوانات تستحم بالدماء ويشربون منها. وبعد ساعة جابوا حيوان تاني ووضعوه في وعاء تاني بعد أن ملأوه بالدماء الطازجة، وحبسوا الحيوانات في قفص كبير، واعتادوا كل يوم إن هم يخرجوا ويرقصوا بطريقة لم يعهدها بشر ولا جان، ويشربوا دماء طازجة منهم من الرجال والنساء التي تم اختطافهم في السابق. وكل ما يحتاجوا لدماء طازجة يقوموا بذبح المزيد وأكل من حيواناتهم. تلا كملوا بعدين، قالت: وقام الكهنة بخلط الدماء بالتراب وإشعال النار تحتها عشان تجف، وصنعوا كؤوس لشرب الدماء بها وإطعام حيواناتهم من التراب المخلوط بالدماء بعد طبخه، وأضافوا له مواد تانية. كنت بسمع مذهول ومش مذهول، لأن أنا عارف الجزء ده من القصة أو من التاريخ، دي أسطورة قديمة أنا قريتها قبل كده. لما وقفتها وقلت لها أنا عارف كل ده، بعد كده قامت حرب الجن العظيمة بقتال الشعوب كلها والقبائل من الجن، وكانت نتيجتها دمار المعبد، اتقتل أعضاءه من ألاف السنين. إيه اللي جد وتفتح الموضوع ده؟ هنا بصت وقالت: صحيح قتل الأعضاء بس العلوم باقية. حتى لو طب أنا مالي بكل ده؟ هنا وقفت وقالت: جيوش الشر رجعت ومحتاجين إننا نرجع نقفل البوابات اللي هتتفتح اللي لا طاقة لكم كبشر بها. هنا رديت ببرود: طب ما تشوفوا سندس. هنا بصيت له قالت: سندس ملكة متوجة، وظيفتها حفظ التوازن. رحت أنا مكمل هنا قلت لها: وطبعا مش هتتدخل. هنا هزت دماغها إن نعم. أنا مكنتش عارف أقول لها إيه لما قلت لها: طيب شمعنا أنا يعني؟ هنا سمعت صوت ورايا بيقول: لأنك المتجول. أنا بصيت لورا، كان في شخص واقف ضخم وملسم. لما قرب مني وقال لي: لأنك اللي ممكن تعدي طلاسم الكهنة اللي منع وصولنا كجن، إحنا جاهزين بجيوش جرارة، لكن طرق للمعبد متلصمة من كهنة الجن في الكهف الأسود، والقبة الزجاجية متلصمة. هنا أنا بصيت له باستغراب وأنا بقول في نفسي: مين ده؟ بس أصفهان شاورت وقالت: أفشين المساعد بتاعي. في اللحظة دي سخن الجو مع صوت طنين جامد، ما لحقتش أبص لأني قفلت وداني من شدة الصوت. أنا عارف الصوت ده مين لما لقيت سندس ورايا بهيئة أول مرة أشوفها. كانت هيئة فخمة قوي قوي، وعينيها كانت نار وشرار. هنا ركعوا قدامها لما تمشت قدامي. هنا رفع أفيش كمه بيغطي دراعه، فبصيت له كده ورحت باصص لسندس لما جت وقعدت. كنت واقف أنا مستغرب من اللي بيحصل لما اتكلم أفشين ولسه بيقول كلمة. هنا شاورت لسندس فسكت، سكت مباشرة، وبصت لي وقالت: طبعا قولك عشان علوم الحياة اللي معاك، صح؟ فهزت لها دماغي، فبصت لأصفهان وقالت لها: انت تعرف ايه هي علوم الحياة؟ هنا اتفاجئت ان أصفهان بتهزلها دماغها ان لا. فبصت لسندس وابتسمت، فانا رديت ورحت بصت لأصفهان وقلت لها: أصفهان قوة علوم الحياة محدش يقدر يسيطر عليها ولا يستخدمها بسهولة، وإلا فقد حياته وآخرته. هنا كمل السندس وهي بصلهم: انتوا ما تعرفوش عن علوم الحياة الا القليل بس. وسكت الجميع. هنا انا رجعت لورا وقعدت على كرسي لما اتكلمت اصفهان موجهة كلامها للسندس وبتقول لها: مولاتي هيتم فتح البوابات. هنا وقفت السندس بقيتها وقالت: مش اول مرة ولا اخر مرة هتتم المحاولة ديت، ده شيء قديم جديد. هنا انا اتكلمت قلت لها: طيب ما توقفي يا سندس، ايه المشكله؟ هنا بصيت لسندس بنظره مرعبه فسكت. حسيت ان انا قلت حاجه غلط، رغم في حقيقه الامر انا مش فاكر ان انا قلت حاجه غلط غير الكلمتين دول. فكملت سندس وقالت: النبوه عليك وانت المطلوب لفك الرصد والمعبد في وادي العتمه. انا كنت اول مره اسمع عن وادي العتمه ده، وفي لحظه راحت اصفهان
واللي معاها وفضل السندس. لما قربت من الشباك وقالت ساعة والفجر هيطلع، وبصت لي وقالت لي انا عارفة انت بتفكر كتير ازاي وفي ايه، بس وادي العتمة مش سهل، دي حرب مش حربك، بس اللي فوق دول اهلي وسندس، دول اهلي وناسي، حتى لو احمد حتى لو تخدت منهم ايه، ما انا قلت لك قبل كده سيبك منهم، انت اللي مصمم تكمل معاهم. طب واهل سندس اهل اعمل فيهم ايه؟ هنا سكتت وقالت انا فاهمة وعارفة قصدك ايه. لما كملت ليها تنسيش سندس ان اتأذيت منهم زمان، ليه بقى نأذي غيرنا؟ سكتت شوية وبصت للشباك بره وقالت بكرة نكمل، وراحت وأذن الفجر. قمت صليت وقعدت أفكر لغاية ما نمت، أو مع صح رحت في النوم. تاني يوم بالليل جت سندس وقالت انت هتنزل معايا، فعلا نزلنا. كنت قاعد بتمشي أنا وهي في الجنينة وحاسس إنها عايزة تتكلم، أنا عارف إنها عايزة تقول حاجة، فقلت لها مالك سندس في إيه؟ هنا وقفت وبصت له قالت لي اسمع أحمد، موضوع أصفهان صحيح وأنا السبب فيه. هنا أنا انصدمت فقلت لها أنت السبب إزاي سندس؟ اسمع أحمد، أنا كنت بتابعك من مولدك، كنت عارفة أنك ليا ملكي أنا، كنت بخاف عليك من نفسي ومن أي حد. هنا أنا طلعت إشاعة في أرض الجن أنك هجين مستندت على أسطورة قديمة ملهاش أي أساس من الصحة عن هجين، وطلعت الأسطورة ديت وأشعت أني بتابعك بناء على نبوة قديمة، ولا إزاي يقولوا أن ملكة الجن بتتابع بشري؟ كان القصد منها حمايتك من أي أذى، لكن مع مرور الوقت أنت كبرت وامتلكت قوة وعلوم، أشهد أني ما توقعتش يوم أن في عقل بشري ولا قلبه هيستحملها، وتحملت عمليات النقل المستمرة، كان عندك إصرار قوي للعلم والمعرفة، في نفس الوقت ما تفتنتش وكنت بتكبر تكبر الأسطورة، كان الجن بيخشوك بسبب الأسطورة في المقام الأول، وتأكدوا أكتر لما بديت تواجه قوى الشر لوحدك، ضياعك في أرض الجن وتوهانك فيها أكتر من مرة ورجوعك سالم رسخ الأسطورة في عالمنا، وأنا كنت سعيدة بكده معتقدة إنك كده في أمان، لكن مكنتش حاسبة حساب جماعة المعبد الملعون اللي عندهم نفس الأسطورة المزعومة وقرنوها بيك. هنا أنا وقفتها قلت لها بس سندس موضوع حرب الجن من قرون قبل أنا. ردت وقالت صح، بس أنت زي ما بتقول عندكم الشماعة اللي علقوا عليها خلافاتهم وفشلهم، والأجيال أمنت بيك أسطورة، وخصوصا إن محدش قدر عليك، وكانوا بيجهزوا أنفسهم من سنين علشانك وحاولوا يوصلوا لأي حد من نسلك، لكن حرصك منعهم عن أي حاجة، وفي نفس الوقت قوتك في المواجهة، لكن ما كنتش أتوقع أنهم قادرين على إحياء العلوم القديمة اللي أنت عرفتها، ولا أعتقد أن هم هيقدروا. ومرت السنين، وفي ليلة من الليالي احتفل المعبد الكبير وخرج سحرة الجن من باطن الأرض، وبصحبتهم كبير الجن أو كبير الكهنة، وقعد يردد ويقول يا هجين يا ابن البشر والجن، تعالى نريك الشر وإله الليل الأسود، ومن الدواء أخرجنا لك الداء، لقد طورنا نحن كهنة الجن ما حصلنا عليه من علوم الحياة، واستخرجنا منه الشر الكامل، فإن كنا نستطيع الشفاء فنحن قادرين على زرع الأمراض، وإن كنتم تستطيعون التوحيد فنحن القادرون على التفريق، وإن كنتم تستطيعون الزرع فنحن قادرين على الخلع، وانتشر الشر أسرع من انتشار الخير. هنا كنت قاعد بسمعها مش فاهم حاجة. طب يعني انت عملت أسطورة في الأول، الأسطورة دي كبرت وبناء على الأسطورة تانية؟ كنت سامع وساكت مش عارف إيه اللي شربك الأمور كده. لما وقفت قلت لها طيب والمطلوب، انا بصراحة ما استوعبتش الموضوع كله. طب والمطلوب قدامك خيارين، يطنش زي ما بتقوله او تنهي الاسطورة من جذورها. هنا سكتت قلت لها كملي،
انا عارف ان لسه عندها كلام، هي دي طبيعة السندس. لما قالت لو طنشت هيوصلوا ليك في يوم من الايام وهتكون قوتهم زادت، لكن لو واجهت عندك فرصة تنهي الموضوع. انا بصيت قلت لها اواجه مين سندس؟ اواجه مين؟ تعزل انا اواجه مملكة؟ وانت مجنونة؟ واجهيهم انت، دي غلطتك انت مش غلطتي انا من البداية، انت اللي ضربتي او ازعمتي حاجة وكبرت موضوع. هنا ردت وقالت كنت بعمل كده علشان احميك، وبدأت تتعصب. قلت لها تحميني من ايه؟ ما انت منهم وهم منك، هتحميني من ايه؟ هنا سكتت وعرفت ان انا غلط. عصبيتي خلتني بشبهها بالعمة عندها او بعمة الشياطين، بس الموقف كان صعب وانا فعلا ما كنتش مستوعب. لما رحت على طول مكمل ليها وقلت لها اشمعنى اصفهان بتتكلم دلوقتي؟ اشمعنى كده؟ واصفهان فاكره ان هجين انا كمان؟ هنا بص السندس وقالت المملكه كلها عارفه كده، ارض الجن كلها. هنا رديت لها ازاي سندس ازاي؟ المفروض انتوا اكتر الناس اللي عارفين ان مفيش تزاوج بين جن وانس، او بمعنى اصح انجاب بين جن وانس ازاي؟ هنا ردت وقالت الاسطورة، هي دي الاسطورة اللي صدقوها. احنا كمان عندنا قناعات صعبة تتغير عند الكل احمد. طب المطلوب سندس ايه؟ هنا سكتت. تلا يعني ايه المطلوب عشان اكسر الاسطورة ديت او اخلص الموضوع ده؟ طب ازاي احارب جيش؟ هنا ردت وقالت لا مش هتحارب جيش، قتلك لعفلق كبير كهنتهم كافي. قلت لها عفلق مين؟ وبعد كده طب ما تقتلي انت. هنا وقفت وقالت في اقل من رمش العين اكون فنيته احمد، هو واتباعه. لكن بكده الاسطوره ما خلصتش، بالعكس اللي بعده هيدوروا عليك وهو هيكون شهيد للحرب ديت. انا عايزك انت بايدك تنهي اسطوره الهجين. هنا سكت وقلت لها ازاي؟ انا هعملها ازاي دي يعني؟ هنا ابتسمت وقالت هتروح له. سكتت كده شوية وبصت لها وقلت لها هروح له فين؟ هتروح له الجبل الاسود احمد، وهساعدك من بعيد ما تقلقش. هنا رجعنا الجناح وطلعت البيت عندي فوق، وقعدت افكر وانا ببص لبرواز في صور. انا مش خايف عليا، انا مصيري محتوم وعارفه، انا خايف عليكم انتوا. فضلت سهران طول الليل وقررت ان اتولى الموضوع دوت. تاني يوم جت سندس ونزلنا تحت وبديت اسمع منها كل حاجة عن وادي العتمة في الارض الملعونة. هناك الجبل الاسود مغارة عفلق، طريقك انك توصل لهناك، وهناك هتلاقي قبة زجاجية داخل الكهف، مجرد تدميرها عفلق هينتهي، لان داخل القبة دي في الصحيفة فيها العهود التسعة للشياطين التسعة الاجداد. دمر الصحيفة وبكده الموضوع انتهى. انا كنت ببص لها ولما رديت قلت لها يا سلام بالسهولة ديت، دمر والموضوع انتهى. هنا سندس سكتت ما فهمتش التريقة اللي انا بقولها. لما قلت لها طب حد يروح معايا؟ قالت خدها اي حد معاك الا ملوك الجن لما لنا من سلطة وقدر وحيادية. هزت لها دماغي. فعلا تاني يوم بديت اجهز، لميت شوية حاجات في شنطة وليل ورعد واقفين. لما جت سندس وفكت القناع اللي انا لابسه، فقلت لها انت استنى انت بتعملي ايه؟ ليه كده؟ سحبت القناع وطلعت قناع اسود معاها، كان من مادة زي المطاط بس انشف، مجرد ما حطيته على وشي قفل زي ما يكون معمول على مقاس بالظبط. وقالت ده اريح لك وامن لك، امسك. وناولتني سيفها تقيل، فحطيته في جراب على راعد. وقبل ما اتحرك بصيت لها وقلت لها وعفلك ده شكله ايه؟ هنا ردت رد غريب، قالت معرفش، محدش شافه ولا يعرفه، احمد ده كاهن مستتر. قلت لها ولا حتى انت؟ هنا ردت وقالت ده من الرعاع اللي لا قدر له علشان اعرفه، بس ما تقلقش احمد هو هيعرفك. هنا انا قلت في سري الله يطمنك ما تقلقش هيعرفني. ركبت رعد وبدينا نتحرك. وصلت لارض الملعونة وسندس كانت ماشية جنبي، واول ما دخلت سندس انسحبت. هنا رفعت راسي لفوق وصفرت، وكان نمرود زي السهم داخل الارض فوق سماها.
ده عين القدام لغاية أرض العتمة، كان بحجمه الأسطوري زي طيارة طايرة قدامي. وبدينا ماشي، أنا مش مستعجل لأن خلاص أنا عارف، أنا اتعودت على كده، أنا أكيد هنا اتشفت واتعرفت خلاص، وعلى كلام سندس هنمشي نص يوم في الاتجاه ده وهوصل لأرض العتمة عند الغابات المظلمة. فعلا مشيت، وبعد تقريبا 3 ساعات شفت نمرود راجع وبيحوم من فوقي. هنا فهمت من إشارته إن في حاجة قدام، ومن بين ظلام الليل ظهرت أشجار متشابكة، أشجار غابة كثيفة، دي أرض العتمة. ودخلنا ومشينا بحذر. هنا نمرود انتهى خلاص من دوره، مش هينزل الغابة، الأشجار متشابكة. لما مرة واحدة وقفت مش على شغل أنا أشوف حاجة، لا، لكن لقيت نفسي وسط دايرة من ذئاب الجن العملاقة. كانت عيونها بتلمع بشراسة وفروها الكثيف بيعكس ضوء القمر. كانت قوة الذئاب تفوق الطبيعة وضخامتها مخيفة جدا، وبدوا زي ما يكونوا هم الظلام نفسه اتجسد في المخلوقات ديت. كان باين من ترددهم انهم ما يعرفوش انا ايه، او انهم اتفاجئوا بيا، زي ما يكونوا كده كانوا في موقف وانا دخلت عليهم. وكان في النص ذئب رمادي ضخم، عرفت ان زعيمهم لان هو الواحد المختلف في اللون، ليه بيزوم وتضخم لحجمهم وزيادة، ورعد وقف وانا نزلت وبالراحة ايدي على السيف وشاورت هعدي بسلام، لكن زعيمهم ما استناش وهجم. وهو بيهجم في ثانية كان ليل ماسكه من رقبته، وفي الثانية التانية كانوا هجموا عليا وانا بالسيف بضرب يمين وشمال ببعدهم وخلاص، بس كانوا كتير، تقريبا كانوا 5، ورعد بيرفص هو كمان. هنا انا بضرب بالسيف ضربة قوية عشان ابعده عن الليل، لما جت الضربة في بطن زعيمهم ووقع يتنفض. لما شافت بقى الذئاب الموضوع دوت انخرطت في حالة من الارتباك والفوضى، وقعدوا يشمشموا فيه ويعوا بصوت غريب. انا كنت فاكر ان العواء بتاعهم ده حزن، بس لما شفت الاشجار بتتكسر قدام عرفت ان اللي ده بينداهم اللي معاهم، وقالهم تقريبا 6 تانيين. هنا انا ندهت بصوت واطي، سرب انا عايزك ثواني. ووصل سرب، حيوان عهد بحجمه الضخم المرعب. توقعت هنا تحصل معركة، بس اول مرة اشوف جن اسكاه. لما شافوا السرب وحجمه وقفوا شوية وسحبوا زعيمهم ودخلوا الضلمة. هنا قعدت اخد نفسي والسرب واقف يبصلي، فبصيت له وضحكت، ضحكت من اللي انا فيه، ومشي السرب وكملت ماشي في ارض العتمة. تقريبا 1.5 ساعة وبدأ الجبل يظهر كئيب اسود مظلم، قربت منه شوية شوية وبدينا نطلع، بس ما كنتش مرتاح، حاسس ان الامر سهل زيادة عن اللزوم، بس كملت ووصلت المغارة فوق اللي عليها باب اسود ضخم. وقفت قدام باب الكهف ورفعت ايدي بحسس لغاية ما لقيت النقش، انا عارف بدور عليه وعارف هيتفك ترميزه ازاي. فتحت الباب، ضلمة وإضاءة صفرة خفيفة جاية من حاجة جوه. دخلت، القبة الزجاجية فعلا قدامي بتلمع بنور أصفر خفيف، وصحيفة العهود 9 جواها. هنا أنا قربت بس مش مطمن، حاسس إن الأمر سهل زيادة عن اللزوم، لما سمعت صوت بيقول أحمد. هنا بصيت لفوق مكان الصوت قدامي وانصدمت من اللي أنا شفته. كانت أصفهان في قفص زي النحاس. هنا استغربت بس ما لحقتش لما لقيت أفشين المساعد بتاعها واقف ومعاه 4 حواليه، حجمهم الضخم خلاني عرفت انهم من عفاريت الجن. هنا ما كنتش فاهم حاجة لما أصفهان صرخت وقالت خاين أفشين، خاين أفشين أحمد هو عفلق. هنا كانت الصدمة ليا، خيانة. وكان واقف مبتسم لما قلت له انت عفلق، فهز في دماغه. قلت له ليه؟ ده انت مساعد لملكة، هتستفيد ايه؟ هنا بدأ يتكلم وقال لي مساعد ملكة غير اني اكون ملك الارض المظلمة. وليه؟ لان اي بداية محتاجة قربان، وانت القربان. في ايه اكتر من ان اضحي بالهجين داخل المعبد؟ وبكده أضمن القوة وولاء عالم الجن الأسود مدى الحياة. سنين برتب للموضوع ده وأنا أقدر من أصفهان الضعيفة،
وقدرت ان انا اكسب ولائها لغاية ما اقنعتها تجيلك عشان تساعدنا، لاني عارف ان انا فوق مش هقدر عليك، فكان لازم تنزل لي هنا تحت، وفي نفس الوقت وجود ملكتك بيمنع تدخلي، فكان لابد ان انا استدرجك. والحيلة ام الدهاء يا بشري. هنا شاورتله قلتله بس انا مش هجين اصلا ولا اي حاجة من اللي انتوا بتقولوه ده. هنا ضحك ضحكة غريبة وقال انا عارف دي كلها اسطورة، بس مين هيعرف غيرنا؟ الهجين قربان وافشين ملك الارض المظلمة. كنت بسمعه وهو مستجب قوي لما شاورتله على اصفهان وقلتله ودي هتعمل فيها ايه؟ هنا بصلها وبصله وقال ضحية في المعركة واسمها سيخلده التاريخ انها حاربت الهجين. كان ليه واقف بس ما بيتحركش، كنت عايزه يتحرك، بس هنا عرفت ان العفاريت اللي قدام الجمته لان ما بيتحركش خالص. لما كمل افشين وقال غرورك يا بشري اقنعك انك تيجي هنا، انت فاكر ان ذكائك افضل منا. انا استغرقت سنين اقنع اصفهان بالاسطوره، لكن اقناعك انت استغرق دقائق، غير اني كنت بشوفك وانا مع اصفهان وانت في ارض الجن تتجول، كنت عارف انك هيئة ملكية، كنتش قادر اعترضك، دي غير قوتك اللي انا كنت شايفها، بس انا كنت بستفيد اني بنقل اي خبر منك لاعضاء المعبد، واستغليت قرب اصفهان من الملكة سندس عشان انقل كل تحركاتها واخبارها، عشان كده سنين مش قادرين يجدونا، وتعمدت اخفاء شخصياتي تحت اسم سخيف كعفلق لاصبح اسطورة من الاساطير، وده بيكسبني قوة وسطوة يا انسي. والآن دوري لأضحك من غبائك، وكما أخرجنا أبويك من الجنة بذكائنا هنخرجك من الحياة. أنا بصيت له قلت له أنت مش أذكى مني ولا حاجة ولا من أبونا آدم كمان، أنت خبيث لعين من سلالة ملعونة ليوم الدين. هنا ابتسم وقال الغلبة لي يا إنسي. أنا ضحكت وقلت له أنت زي جدك غبي ومتكبر، فاكر أنك أذكى مني وأني مش عامل حسابي. هنا سكت وكملت له قلت له تعتقد اني مش عارفك من الاول ولا عارف انك كذاب؟ هنا انصدم وبديت ارجع فلاش باك لورا لما اول ما قابلته اول مره وقال لي القبه متلصمه. هنا جاب بالي طب عرف منين انها متلصمه غير انه كان هناك وشافها. في نفس الوقت لما نزلت مع سندس تحت عرفت ان هم مش عارفين شكل عفلق، وانت اثناء وجودي انا وسندس كنت ملثم، وده ما ينفعش في حضرة الملوك الا اذا كنت خايف ان حد يعرف شكلك، بس سندس كانت مشغولة بيا ما انتبهتش، ده غير طلسم المثلث اللي على ايدك اللي انت حاولت تداريه اول ما سندس دخلت وغطيت كمك بسرعة، بس انا شفته وده رمز جماعة المعبد الملعون اللي في المرويات. صح هنا وشه بدأ يتغير وقال انت لعين لكن حتى لو انت هنا في ارضي. انا رديت قلت له الارض ارض الله يا لعين، وشاورت قلت له لاصفهان وقلت له اصفهان عندها حق ملكي بما انها تحت تاج سندس انها تطلب حمايتها، وده اللي حصل يا لعين. لما رجعنا جناح سندس استدعينا اصفهان وفهمناها انها تطلب استخدام الحق دوت، وما عرفناهاش ان انا عارف حقيقتك علشان انت غبي ما تقراش افكارها، بس سندس كانت عارفة. هنا رده بيضحك وقول حتى لو، ماذا يعني طلبها الملكي بحماية الملكة؟ زقر صوت في الكهف، صوت أنا بعشقه، صوت سندس وهي بتقول يعني يا لعين أقدر أتدخل بدون إلقاء اللوم أو نزع صفة الحيادية عني. كان منظرها رهيب بالسيافين اللي مالوا المكان واتمسكوا كلهم مرة واحدة، وفي ثانية أصفهان كانت جنبنا وكله كان نايم على الأرض. أصفهان مذهولة وهي بتردد وهي بتقول يعني انت مش هجين؟ هنا ضحك السندس وقالت لا طبعا دي اسطورة. هنا افيش كان غاضب وبيزوم لما السندس مدت ايدها وديتها سيفها. هنا خدته اصفهان اللي في ثانية كانت غرزته بغل فيه وتلاشى وكملت على الاربعة التانيين وانتهى الهم امر. هنا بصيت لاصفهان بود وقالت احمد لولاك كنت اسيرة او قتيلة، ليك عندي ديون تترد لك واي شيء تطلبه هنفذه. هنا ابتسمت وقلت لها انا عايز قهوة، فابتسمت وقالت وانا قرأت الفنجان بتاعتك ما تقلقش. ولغاية هنا خلصت حلقة النهاردة، اتمنى
تكون عجبتكم سيبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. شكرا لكم، مع السلامة.